بس انت كراجل لما شفت الصورة بذمتك كده، ما قلتش الراجل ده عنده مشاكل نفسية؟ اوف لا لا ان هو بجد، يتجوز واحده لا اكبر منه لا لا، انا بالسؤال بجد بتاع انا مش بنتكلم هجيب على اسم ايمانويل شخص عشان ماكرون. ما يترفعش علينا قضية. الكيس اللي اتقالت، المثل اللي اتقال، هذا الفارق الرهيب بهذا الشكل، ما استوقفكيش انك تفكري ولو للحظة ان هذا الرجل ممكن يكون بيعاني مشاكل ما نفسية؟ ده كل الناس قالت كده. صح؟ يعني انت مكسوفه من ايه؟ لا انا خايف بس حد لا يزعل لا، منك. ده مش سر. ايوه بس هو مش صح، مش سر، مش صح ان بس هي احنا اللي نوسم بس حد مش يا شرط، جماعه. مش شرط، مش صح، مش صح ان احنا نوسم حد. انا كراجل، لا طبعا، انا كراجل ممكن يعني هي ممكن يبقى فيه وممكن ما فيش، ممكن تبقى علاقه فعلا ان هو بيحبها او هو حبها، هي كاتب وهو معاها حبها زي ما هي وهو كده. ما عايزها بتتعاملش مع الموضوع على اعتبار ان الاثنين اختاروا بعض وارتاحوا مع بعض وقرروا يكملوا حياتهم مع بالظبط. بعض، بغض النظر عن احنا شايفين الموضوع ازاي. احنا لما بنشوف حاله زي دي بنطلع مليون سؤال، ليه وعشان ايه ومن امتى وايه اللي خلاها يعمل كده وهي ايه اللي خلاها توافق، طب هي الفضول، بتديله ايه، يعني الفضول بنطلع السلبي بالظبط، يشتغل، بنطلع اسئله كتيره جدا مش موجوده في هما الكابل بالظبط خالص. هما اتنين حبوا بعض وطاحوا مع بعض فقرروا يكملوا بغض النظر عن اللي قدامهم هيقول عنهم ايه. يعني هما يعني بدوا راحتهم الشخصيه، وده اللي المفروض اي حد طبيعي يعمله. انا هبدي راحتي الشخصيه وسعادتي واللي انا شايفاه مناسب ليا على اي حاجه ممكن تتقال. في نقطه بس، في الـ الافلام وحتى في البرومو واحنا بنبدا تصوير الراجل اللي بيتجوز ست اكبر منه، معالجته ساعات كتير الدراميه بيخلي ان في حاجه انتهازيه، غرض في غرض، في حاجه انتهازيه، ان هي هتفتح له مشروع زي ما جرجس بيقول. اللقطه دي يا استاذ هتفتح له مشروع، ان هي مش لاقيه، ان هي مش لاقيه، ان هي عايزه ولد صغير وخلاص. لا لا، لو هو عنده الكونسبت ده من البدايه من موضوع ست. لا لا، انا بتكلم على بعض المعالجات الدراميه، ما هو المجتمع بتاعنا برضو الدراما بتاثر فيه. خليني اقول لكم حاجه وهخلي امل هي تبتدي لنا في الحوار، يعني في الرد. انت راضيه عني النهارده؟ راضي عني على طول الوقت. انا انت ما كنتش راضي عني لا يعني عشان مدياني فرصه. لا ما هو ده مزاجي يعني لسه عشان ما عنديش تجارب في الموضوع فمش عارفه اكل منك الجو. خلينا نقول ان الست اللي فعلا بتتجوز حد اصغر منها، بس عايزه اقول حاجه صغيره، روشنتك دي هتخلي الصغيرين فعلا يفكروا انهم يرتبطوا بيكي. والنبي انت اللي ايوه صدقيني والله انا جوز البيت وابقى جده وابقى مستوى. المهم ساعات كتير بمنتهى الامانه الست اللي بتتجوز راجل اكبر منها مش بتبقى من جواها كل مره بتبص في المرايه بتدور على ان العجز، انا قلقانه، انا هروح للدكتور، لا انا عايز اعمل دايت، بالذات لو جوزها حلوه. صح ولا غلط؟ يعني اذا الراجل اصغر ولو حلوه الست دي مش بتبقى تحت لون نفسي؟ لو مش لو مش واثقه من نفسها ليه تبقى تحت لون نفسها؟ ما لهاش علاقه بالثقه. لا ليها علاقه بأمانة بالثقه. بامانه انا بكلمك بامانه. انا عمري ما هو حسسني بده عشان بصراحه من البدايه. عمري ما هو حسسني ان هو اصغر مني خالص. يعني معنى كده ان عدم الامان للامانه يعني للست تيجي من لو جوزها هو اللي نقلها؟ لا بالعكس، انا كنت حاسه ان هو اللي اكبر مني.